جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشكو من حماتها أم زوجها وتقول إنها كثيرا ما تسبب المشاكل بينها وبين زوجها، وتدعو عليها كثيرا بأن لا يرزقها الله غير الطفل الذي معها، وتحاول من ابنها أن يطلقها حتى تزوجه بامرأة أخرى. وحينئذ تستشيركم شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. لا بد من المصالحة بينها وبين أم زوجها، المصالحة بأن تتفاهم معها بالطريقة الحكيمة وتعاملها باللين واللطف والإحسان، وسيزول ما في نفسها إن شاء الله. فإذا لاطفتها وأحسنت إليها ولم تنازعها فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك طريق غير هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لماذا هذه الغيرة بين الحموات وأزواج الأبناء شيخ صالح؟ ما الذي يقطع دابرها وتحل الألفة في الأسر وينقطع هذا الخصام جزاكم الله خيرا؟ هذه الغيرة من طبائع النساء، ولضعفهن يتسلط عليهن الشيطان، يستغل هذه الغيرة ويوقد الفتنة بين النساء. فتعالج هذه الغيرة، تعالج بالمعاملة الحسنة، وتعالج بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى المسيء، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان هذا في سائر الناس فكيف بالأقارب أو بالأصحاب؟ فهذا هو العلاج الحاسم لهذه المشكلة، وهي أن تقابل الإساءة بالإحسان، ثم أيضا الصبر والتحمل، وأن الإنسان لا يثأر لنفسه أو ينتصر لنفسه، وإنما يصبر ويتحمل. فإذا رأى خصمه هذا منه فإنه يزيل ما في نفسه من المشادة، كما قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.